أني راح اليوم أتحدث بصراحة لأن أنا في طور إعداد المذكرات مالتي. حقيقة قوات التحالف أرسلت لي وجاءتني إلى المنطقة مالتي وطلبوا العودة إلى الجيش ورفضت. قلت له لأن الجيش اللي هنتوا التقوا بيك بشكل شخصي؟ نعم بشكل شخصي. كان في بداية الأمر هم يتجولون في كل مناطق العراق بدون مسؤول. بدون شنو كانت رتبتك؟ شنو كانت؟ أنا كنت لواء ركن من 2003. نعم. أي فطلبوا العودة إلى الجيش، رفضت لأن قلت لهم الجيش اللي تم إهانته من قبلكم لا يمكن العودة إليه. قالوا رجاء لا تسرع، أنت عقلية عسكرية، تاريخ عشائري مشرف مؤثر بالمنطقة. أنا راجعت، طوني فد أسبوعين راجعت نفسي، جوني قلت لهم لا أزال عد كلامي. بعدين حقيقة تداولت مع كبار الناس اللي موجودين، عشائرنا، ناسنا، إخواننا. قلت لهم أفضل شيء ندز ممثل إلى السيد السيستاني حتى يشوف شنو الفتوى بذلك. وقع الاختيار على أحد الإخوان الضباط اللي لحد ما تركت الدفاع وصلت وزير للداخلية كان عضو في محكمة التمييز العسكرية. أي أرسلنا إلى السيد السيستاني وكان أنه لدينا ضابط برتبة كبيرة يدعى فلان يريد يعيد تشكيل الجيش. طلبت منا قوات التحالف في 5 محافظات اللي فرات الأوسط زائدا واسط، فما هو الرأي الشرعي؟ أو حقيقة كانت الإجابة من تلك الفترة كانت هناك نظرة ثاقبة إلى السيد السيستاني. قال تحياتي له، يرجع وبقوة ويعيد تشكيل المنظومة الأمنية سواء في الدفاع أو الداخلية حتى تبقى عندنا منظومة أمنية نقدر نطلع المحتل حتى لا يبقى يتذرع بحجة عدم وجود قوات أمنية. اتكلنا على الله وبدأنا بال أبلغت نصا برسالة السيد السيستاني؟ نصا، نعم نصا كان هذه الإجابة.